50 نجيب سامعين صوتي صايره مثل الفضائيه سام يا الفيديو راح يكون عن حفله بس حفله شو حفله احتفال بالمشتركين والمتابعين خلصنا حفله عيد ميلادات خلصنا حفله عيد ميلادي حفله لميلا وميال بس حفله شو حفله طلوع اسنانك طبعا جايز احنا عاملين مفاجاه للولو ولميلا وميات حمله حب انه لولو اختي الكبيره فلولو هي ميلا وميات فانه عاملين لهم مفاجاه انه يعني سربرايز طبعا ميلا طلعوا اسنان الاثنين حاحط لكم هاي الصوره اسنان ميلا لما طلعوا ميلا الاثنين اسنانها طلعوا بس ميات لسه ما طلعوا فما حبينا انه نحتفل باسنان ميلا وما نحتفل باسنان ميات بعدين نحتفل بميات بالثاني وهيك فاستنينا حتى يطلعوا اسنان ميات طبعا ميات طلع منه سن صغير ما اتوقع اذا في صوره راح احط لكم اياها بس اذا ما في صوره بعد شوي اذا في صوره انا احط الصوره اذا في فانه هي راح نسوي لهم حفله للاثنين بمناسبه انه طلع سنه لميات وطلع سنه لميلا حفله كثير 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 حلوه جايز احلى من عيدنا بالضبط احلى من عيد ميلاد انا ما في ذلك احلى عيد ميلاد عن جد كان كثير هاي احلى حفله رح تكون طبعا حبينا نكون تجهيزات معكم لانه انتم افراد من عائلتنا المميزين بالضبط وانا بكمل الفيديو تستعطوا لنا لايك تشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس وضيفونا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هن انستغرام وتيك توك وسناب شات وفيسبوك وكل الروابط رابط السوشيال ميديا موجوده تحت في صندوق الوصف وبس يلا نبلش بس كل شايفين اول شيء بنرحب بطاولة الحفلات اللي على طول بنسوي فيها حفلاتنا، ثاني شيء بدنا هلا نبلش بالاغراض رح اورجيكم الزينة رح اورجيكم الاكل رح اورجيكم الديزاين كله، بس دقيقة اول شيء رح نسوي كل شيء مع بعض، كل واحد حيستلم لون، انا ميلا انا ويات اوكي، جايز انا حستلم زينة ميلا يعني احنا نفس الطاولة نصين احنا، يعني نص زهري ونص ازرق بالضبط، يعني انا بلو بالضبط، اول شيء رح نبلش بالحيط طبعا الحيط لازم نشيل منه اللوحات مشان نحط الزينه لان جبنا زينه كثير حلوه فهي اول خطوه يلا اوكي جايز والشيء بعد اللي هو هذا الشيء اذا ركزتوا فيه بكون خيوط هذا راح يتعلق وراه مثل الستاره يعني ما بعرف كيف اشرح لانه هذا مو سهل جايز مو اذا فريق انا فريق ميلا وفريق ميلا يعني فريق ثاني لا سنة يعني هيك واو اوكي جايز مثل ما شايفين علقت هاي تبعيتي الحركات هيك الكشكشه وهلا راح نبلش بميات اللي هي ميات راح ننزل اياها 1 2 3 اوكي جايز هاي لزقنا لميات وهيك بنكون خلصنا النصين انا لزقت وانت لزقت انت لزقتي انا لزقت هلا راح نبلش بال اوكي هاي بتكون هيك مثل شيء فخار عليه ورد
وش اللي بعد هذول؟ هي هذول التنتين، هاي بتكون ازازه وهاي بتكون ازازه. هاي راح نحط، هذول راح نحط فيهم اشياء حلويات، يمكن نحط اعواد مارشميلو، هيك اشياء متنوعه. يعني كل شيء بالضبط، مو بكره انه بهذا الفيديو بس بس نحن عندنا بكره. فهلا هذول هن التنتين. اوكي جايز، وش اللي بعده؟ اللي هذول الشلمونات جبناهم هيك عشان في راح يكون في مشروبات هيك اشياء. وهذول كمان الاعواد شو عليهم؟ عليهم نجوم. هذا بنحط صلصه كيك او على الكيك من الجنب او شيء بالضبط. واختصر رح نختصر كل شيء معهم، رح يكون هذول المعالق، جبنا معالق وشوك كمان زهريين اللي انا عم بدور للطحن، فانه هذول كمان جبناهم. الصراحه تعبت. اخر شيء واللي هو الموالين، الموالين نفوفهم بالهيليوم ونحطهم هون وهيك، يعني نعبي الدنيا. طبعا الدنيا كلها صارت زهري وازرق، هذول الموالين فيهم 9 قطع. جايز مثل ما شايفين هلا خلصنا الكاسات، بس رح نورجيكم اياهم. صراحة انا كثير متحمسة اورجيكم. لا انا بنزل 1 2 3. تارا. اوكي هاي الكاسات رح يكون فيها عصير، ما في شيء حرام استغفر الله يا ربي. يلا، فانه هذول هن الكاسات مثل ما شايفين، حطينا عليهم هيك الفيونكات بهاي الشرايط، فسوينا الزهري 3 والازرق 3. وفي عندكم كمان هاي، انه هذا الدرج لزقنا عليه هذا الاطار، هذا شو بيقولوا اطار. وفي هذا معلين للولد، ونفس الشيء سوينا بهدول، يعني سوينا هيك. اوكي جايز، وهلا رح نعبي هدول اناني حلويات وفراطات، صرنا نحطهم هون. طبعا ما بعرف ليش مشغلين الشموع يعني، بس انه اوكي جايز مثل ما شايفين ما في شيء، بسم الله ما في شيء هون مرتب. انا متحمسه لبكره بس مشان هذا كله يزبط، فانه هلا رح نعبي الاناني بالشوكولاته ونرجع. اوكي جايز مثل ما شايفين هلا عبينا هدول العلب بحلويات مختلفه، طبعا كل انين شكل رح نحطهم هنيك، فانه لين لسه عم تسوي. The next day. صباح الخير او مساء الخير، هلا نحن عندنا الساعه 3، فانه عندكم صباح الخير. المهم هذا اليوم الثاني، نحن باليوم الثاني هلا رايحين ننفخ البوالين انا ومصطفى، وبدنا نجيب الكيك يعني مشان نختم كل شيء. خلاص بنكون خلصنا كل شيء، فانه ما بعرف كيف مسبت موبايلي، انا مبسوطه يعني تعلمت كيف اثبت موبايلي، فانه هلا رايحين نسوي باقي الاشياء مشان نصور لكم شو لسه وشو رح نلبس وشو رح نعمل. لسه كم شغله وبكون خلصنا الحفله ونورجيكم النتيجه النهائيه. فلتكم جايز جيت اشتري هديه لمينا ومياد، بس ما عم بعرف شو اجيب، يعني رح اشوف واخبركم. هلا نحن رحنا حطينا البوالين ننفخن، والله ما بعرف شو اجيب لميلا، يعني مياد جبنا له كل الهدايا، انه جبنا له هدايا منيح، بس لميلا لسه عم ندور فما عارفة. بس مش شايفين جينا نجيب الكيك هلا انا ومصطفى، طبعا طلعوا لنا اياه بس ما رح نورجيكم هلا، رح نورجيكم اياه بس نوصل على البيت مو هلا عشان يكون سربرايز كامل. فانه هلا رح ندفع وهلا مصطفى رح يدفع. بدك تستحمل ميلا ومياد. هلا عم يضبوها بالعلبة، انا ما بدي اورجيكم، عم احاول ما اورجيكم. عم يضبوها بالعلبة وانا رح يسكروها ويعطونا اياها وبس ونروح. يلا يا ميلا ومياد نحن جايينكم. طلعنا ومعنا البالونات، لا بليز انتبه زيرو، واخذنا ورتين لميلا ومياد، زهريه وزرقاء، كنت رح اوعى وجهي. وهي البوالين هلا، ورجعنا على البيت على السريع مشان قبل ما يدوب الكيك. ليتكم. اوكي جايز مثل ما شايفين هلا انا ولين خلصنا ولبسنا وكل شيء، هلا رح نورجيكم الزينه. لسه بس القمح اللي هو بيكون اتوقع انه اهم شيء بالسنونية. ايوه، فانه هلا رح نبلش ونورجيكم شو سوينا. اوكي شايفين هون شيء؟ 1 2 3. تارا. حبيبتي ايوه ورجينا شو لابسه. تفضلي 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 تفضلي. انتم شايفين لابسه ازرق مثل يعني مياد تضامن معه. ورجينا شعرك من على جنب. واو، مع بنطلون ابيض. خليكي انت هون بليز، لا تقربي على جهتي.
اوكي جايز، مثل ما شايفين هاي اللون الزهري نانا. طبعا نانا روحي وني كم كتبت لي لي روحي يلا 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 روحي. ما بيضحك اوكي بيضحك جايز، انا اصلا كنت بعرف اني جاي هون. نانا مكملين هيك يعني بينك وحلو يلا. طبعا يعني جايز انا بحب اللون البينك بشكل عام، فانه هلا يعني هاي جهتي. فرجي لبسك جبت لابسه البلوزه كثير حلوه والكيوت، وبنطلون ابيض نفسك لي، وشعرك نفسك وحلاقك نفسك، كل شيء نفسك، كل شيء نفس الشيء، بس البلوزه غلط. ايوه نبلش اكل بسم الله. لا استني اسمه ميلو ميت. طبعا حكيت ميلو ميت اه ميلو ميت اوكي ما نسيت انه حفله ميلو ميت. بس شو رايكم انتوا ولا تحت شو رايكم بالديزاين هيك؟ هذا كثير حلو اوكي. وجابت ماما القمح، ورجي شوفي هاي القمح ماما جابته، وهون كمان لميات. ايوه وفي هون تعب اوكي. انا ما راح اقرب على هاي، روحي على حديتك استني جاي. وطبعا واو، وجبنا طبعا هديه لميلا، راح اورجي ميلا هديه ميلا اللي كان لي. لا لا هاي هديه ميلا، راح نعطيها اياها بس نحتفل وهيك. اوكي جايز هلا راح نفتح، لو راح تفتح الكيكه طبعا كلنا متحمسين نشوفها. انا ومصطفى الوحيدين اللي شفناها. انا ما شفتها. يلا 1 2 3 تارا. طبعا هاي ميلا قاعده عم تحتفل. هذا هو الكيك مثل ما شايفين، هون مكتوب ميات، هون مكتوب ميلا، وهاي السن والكيك بشكل عام صراحه كثير حلو. يعني بعد ميلادي ما عملوا لي هيك، بس عادي مو مهم. اوكي جايز مثل ما شايفين طبعا ميلا بدها تطلع. يا الحمد لله مرات ضل لف. طبعا مثل ما شايفين خلصنا الحفله، وهاي ميلا وميات طبعا لبس. طبعا هذول الاواعي جايز هديه، فنحن لبسناهم اياهم هيك عن جد طلعناهم من صندوق الهدايا. فانه هلا رح نبلش اغاني ونحتفل، وميلا مره بتلف راس. وقبل ما نبدا طبعا لا تنسوا تعطونا لايك، تشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، تضيفونا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هنا انستغرام وتيك توك وسناب شات وفيسبوك، ويلا نبلش. هلا بابا بتقطع الكيكه مع ميلا ومياد، ونحن هيك مبروك على اسنانهم ولا بده يصيروا ياكلوا. فيلا نبلش يلا. وان بالله مع انه يعني هو ما لازم ما يتقطع بجنن، لانه بس يلا بسم الله. شكرا كثير الله يعافيك. بسم الله 3 اوكي جايز مثل ما شايفين هلا رح انا ومصطفى بالسياره رايحين نودي. هلا ودينا لكم شخص لجيراننا وهيك، انا رايحه اوديه لرفيقتي، رايحين عندها البيت نودي لها، فانه ليتس جو.